ان انا كنت يعني متضاربة بين بيني وبين زوجي، كان في مشكلة ورايحة بيت اهلي، ايوه وكنت اصيح ببيت اهلي انا مو براضية ارجع يعني عند زوجي، مو براضية ارجع بيت زوجي. وفي وحدة من ايوه حريم اخواني دخلت الغرفة وشافت الدمية وتقول لي ان الدمية شكلها بشع يعني مصنوعة من القش، واضح. وبعدين وفي وجه الدمية كلها دبابيس وتحت الدمية كيس أسود. حلو، في تحت وطلعت دبابيس وكيس أسود، شغلها لا مطبوخ لا هذا. لا، طيب ويها بس دبابيس وتحتها كيس أسود. أسوأ أسوأ، إيه فهمت. فطلعت حرمة أخوي من الغرفة وهي معصبة يعني، يس تقول إن هاي الدمية شو تسوي في غرفتك وبس. لا 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 لا. وأنت كيف علاقتك في زوجك حاليا؟ أنا صار لي تقريبا سنة وشهر متزوجة، في شد ومد يعني مش الزواج مرتاحين، شوية العلاقة. مش متفقين. لا أبد، وكنتوا أول قبل الزواج كنتوا تحبوا بعض، مرتاحين في فترة الخطوبة، سعيدين، ولا كنتوا ما شفتوا بعض لا إلا يوم هو الزواج؟ في فترة الملكة كان في اتفاق وشي، بس من عقب الملكة الزواج وشي، لا صار ما في اتفاق، لا إله إلا الله. مشاكل. طيب، وحاليا لوين وصلتوا في الخلافات اللي بينكم؟ في صارت نوايا شريرة في قلب كل واحد، يعني ناوي نية. في سؤال رسمي، في اللي سؤال هو رسمي، السؤال: مرحبا بطال عمرك برنسيسة، بارك الله فيك، شكرا على متابعة البث. بس آخر داخل آخر شيء، طال عمرك. أوكي. بالنسبة لوجهك، هل ظهر عليه أي حبوب، أي وخزات، أي تغيير في آخر فترة هي، نعم، وين حبوب ظهر؟ هي في الخدود، في الأنف، في في الخد وعند الفك. يا سلام. طيب، لما تكوني في مكان تحسي في ضيقة، حتى لو ما كان مكان معروف، أو لما تجلسي في مكان تحسي إنك خايفة أو مرتبكة أو ضايقة، ضايقة بشكل عام، أو حزن أو كآبة فجأة. غالبا أحس بكآبة، و جديد هذا، ما كان أول. لا، وإذا مثلا بالذات يعني السيارة، إذا أبغى أركب السيارة مثلا أروح مكان أقضي حاجة يعني جمعية مكان، أحس بضيق. والحمد لله حتى يعني أنا في دراستي من الناس المتفوقين وشي، وصلت فيني لمرحلة أني أنا مو متقبلة حتى دراستي. طيب شوفي، استغفر الله العظيم، استغفر الله. نسيت اول مين اللي اعطاك اول الدميه هاي، او مين اللي كان معك في اول حلم، اللي هي اهل زوجك، اخوات زوجك؟ لا 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 لا، زوجة أخوي، هي عايشة معنا يعني كيف بنفس علاقتك البيت، معها؟ الحمد لله وايد زينة. وعلاقتك مع اهل زوجك؟ أبد مو بزينة علاقتي معهم. والله انت يا اختي الكريمه، هذا الحلم، يعني بما انه ظهرت الحبوب في وجهك مثل الابر اللي في الحلم على وجه الدميه، وبما انها في غرفتك معناتها في امورك الشخصيه، من امورك الشخصيه متاخذه، وبما ان الكيس الاسود توافق مع حالتك في الكآبه في الاماكن العامه، والله لا يطردوني، تذكروا كلام، لا يجوني يقول لي اطلع برا، هذا كفي سكر، تذكروا كلام. اوكي. وبما ان في ارضيه سوداء تحت، بلاستيك اسود تحت رجولك، معناتها هذا هو الكآبه اللي صارت معك في الفتره الاخيره. انصحك يا اختي الكريمه نصيحه لوجه الله، يعني قراءه ايه الكرسي، إن شاء الله. ولا تلقي بال انت في احد يريد يفرق بينك وبين زوجك، واذا زوجك يحبك بعده وعلاقتك فيه زينه، حاولي الحمد لله، انك هي علاقتي مع خلي زوجي خليه طيبة يقرأ الحمد آية لله. الكرسي فقط. متى تقرأ آية الكرسي؟ سألتي نفسك؟ لا شفتي كيف؟ إذا أنت شو؟ شطورة، صح ولا؟ نعم، صلي الصلوات أنت ولا لا مريحة؟ الحمد لله، ولا ما مقطعة بصلي. بنشرة شوي، يوم من لا كذا ويوم الحمد من كذا؟ لله، الحمد لله مع صلاتي طيبة الحمد لله. وزوجك؟ زوجي نفس الشيء الحمد لله. حلو. أنت ترى مش مطلوب منك تروح المسجد في الإسلام،
مش ملزمة في هذا الشيء، في بيتك وزوجك هو حر يصلي في البيت ولا في المسجد حسب قدراته وإمكانياته، وهو يفضل في المسجد. 7 أيام، 7 days، اوكي. بس لا تأخذ الرقم على إن هذا علم، لا هو هذا دلالة على دورة كاملة. رقم 3 ممكن 3 أيام، ممكن 7 أيام، احنا نتكلم عن دورة الكاملة للأسبوع. إن شاء الله. أوكي، عشان تمام. يكون يعني عندك رقية لمدة أسبوع كامل. في الصلوات بغض النظر انت استغفر الله العظيم متقطعه، ممكن تجيك ظروف او شيء او تاخري او تقدمي، بغض النظر نعم. في الصلاه الركعتين الاوليات الفاتحه والمعوذات لا تقري اي، ابدا ابدا لا تقري اي صور ثانيه او ايات ثانيه، فقط المعوذات. يعني إن شاء الله. الفاتحه، اسمعي، الفاتحه وايه الكرسي، الفاتحه والفلق، الفاتحة والإخلاص، إن شاء الله. الفاتحة والناس. أوكي، إن شاء الله. وبعد كل صلاة ادعي ربنا يراويك مكان السحر، مثل ما سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما ظن بأنه مسحور أو حس بأنه مسحور، فدعا ربنا سبحانه وتعالى 3 أيام، لذلك أقول لك أمكن 3 أيام أفضل أيضا يمشي، حتى أدله الله سبحانه وتعالى على مكان السحر وين يا كان، شيخ آسفة بقاطعك، في البئر. اوكي، الغرفة اللي كانت فيها الدمية هي في غرفتي اللي في بيت أهلي طب اللي خليني جوها. اكمل، هي ممكن اكمل؟ معك اوكي، الغطرة طاحت الحمد لله، عشان تعرف اني انا عندي صداع، عشان موسعها كذا عاملها بطيخة، خلاص يعطيك العافية. كبرها زيادة عشان اقدر الصداع يخف. انزين، 3 ايام الى 7 ايام تقرأ المعوذات بعد كل ركعة، ويفضل صلوات الجهر يكون صوتك واضح، بما انك لحالك ما عندك احد في البيت، بروحك إن شاء تصلي ما الله. حد سامعك. اوكي، إن شاء الله. وبعد كل صلاه تدعي ربنا يراويك مكان السحر، وبعد كل صلاه تدعي ربنا يكشف مكان السحر، بالذات صلاه الفجر والمغرب. إن شاء الله. إن شاء الله. واضح؟ إن بعد شاء الله. 7 ايام او 3 ايام، انا ما اقول لك انا ضد تحديد الارقام، اقول لك انا على اساس تكملي فتره كامله، دوره كامله. إن شاء الله. بعد 3 ايام او 7 ايام ارجع تواصلي مع بث التيك توك وقولي لي اذا حلمتي شيء، وهذا المكان اللي في الحلم روحي شيكي اذا نقص منه اي شيء يخصك إن اذا شاء الله. قدرتي، إن لان شاء الله. ربما، لان هاي الدمى لا يمكن يعني ايجادها الا اذا عرف مكان، يعني حل، يعني هذا نوع السحر اما ان نستمر في قراءة القرآن او المعوذات، واما ان نلاقي، واذا إن شاء الله. حصلناه، واذا حصلناه شو نسوي؟ شو نسوي؟ شو نسوي؟ ما نلمسه، إن شاء الله. يعني ما نشيل دبوس، ما نفك الملابس، ما نسوي شيء، توديه، اعتقد في منطقة هنا في دبي لفك السحر هم اللي يشتغلوا فيه، انت احذري حتى يلمس ايديكي، إن شاء الله يا شيخ. إن شاء الله اذا لقيتيه تلبسي قفاز. بإذن الله. إن شاء اوكي، الله. إن شاء لانه الله. هاي الاسحار عادة يحطوا عليها مواد كيميائية، اللي يمسكها او يلمسها يصير عنده نوع من انواع المشاكل الصحية بيده، لانه يكون في مرشوشة بمواد كيميائية سامة. إن شاء الله يا شيخ. تلبسي قفاز، شيليها، توديها اعتقد في دائرة المحاكم في دبي، اعتقد اذا انت في ابو ظبي، فابو ظبي موجود بعد في ابو ظبي أنا في أبو المحكمة ظبي. الشرعية. نعم. هذه المحكمة الشرعية عندهم، إن تروحي شاء عندهم الله. تعطيهم اياه، تقول لهم هذا تصرفوا فيه. مشكور اوكي، يا شيخ، ما تقصرش. اكبر غلطة شكرا. يقع فيها الناس اللي يحصلون سحر انهم يفكونه او يفتحونه في بيتهم، دمر حياته. إن شاء الله. إن شاء الله. واضح؟ واضح. مشكور يا شيخ، ما مع تقصرش. السلامة، شكرا. هذا العلم عند الله، بارك الله.